سيول جارفة تضرب منطقة رشيدة ودوار طهرة بجماعة المريجة. إقليم قرسيف يخلف كوارث. تسببت سيول جارفة ناتجة عن أمطار رعدية بمنطقة رشيدة بجماعة المريجة إقليم قرسيف في خسائر مادية وضياع الغلة في بعض الحقول والبساتين دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وتعرف منطقة المريجة في مثل هذه الأوقات من شهر غشت دائما سيولا جارفة تنتج عن الأمطار الرعدية التي غالبا ما تكون موضوعة نشرات إنذارية لمديرية الأرصاد الجوية.